نهى، الاحتفالية دي من أجمل الحاجات اللي بتعملها، إن هي بتلمس قلوب الناس كلها، ده حقيقي. صغير كبير، ستات رجالة شباب أطفال، كل الناس بيبقوا متأثرين جدا ومستنين اللحظة دي، لأن هي لحظات بتبقى حقيقية بشكل غير معقول. يعني بالرغم إن هم بيقعدوا قبليها أيام بيتمرنوا وبيتدربوا على الأداء، ولكن يوم الحفلة تشوفي حاجة تانية موضوع خالص. تاني مختلف تماما. كم مشاعر جياشة حقيقية إنسانية غير معقول. ده حقيقي، ده حقيقي، وهو ده اللي احنا شفناه في عرض قد الحياة اللي قدمته فرقة الصم والبكم النهاردة. الحقيقة كان عرض مبهر جدا، تعالوا نشوف جزء منه. والفرصة بتيجي باخدها وما بتنساش، لا بشطب ولا بتهب وبقع واقف وقت الجد، والخطة اللي باخدها تخليني أشد. المستقبل عايزك حاجة.